قناة كنوز النفس، معلومات نفسية قيمة تقودك نحو النجاح. كن على طبيعتك وقل ما تحب أن تقوله، لأن الذين سيمنعونك مما تحب لا يستحقون صداقتك، أما الذين يستحقون صداقتك فعلا فلن يمنعوك مما تحب. أكثر ما يؤذي العقل هو التعلق بشخص لا يبادلك نفس مشاعرك. كن نفسك ولا تتظاهر بصفات شخصية أخرى لإرضاء شخص أيا كان، وإلا فستخسر هذا الشخص بالإضافة إلى نفسك. لا تقل أنا فاشل، بل قل أنا ناجح، وتأكد أنك ستكون كذلك، والدليل هو أنك نجحت في كف الأذى عن نفسك بالتوقف عن توبيخها. إذا كنت في نقاش ساخن فلا تستخدم كلمة أنت، فإنها كلمة اتهامية لن تساعد أبدا في تقريب وجهات النظر. 90% من مخاوف الأشخاص المصابين بالفوبيا أو الخوف المرضي تكون من أشياء غير خطيرة، كالخوف من الحشرات العادية أو النوم في غرفة مغلقة. يتلقى الموتى الزهور أكثر من الأحياء، لأن الشعور بالندم أقوى من الشعور بالامتنان. يقول علم النفس: إذا سمعت شخصا يناديك باسمك بينما لا يوجد من يفعل ذلك في الواقع فلا تقلق، لأنه أمر وارد الحدوث للذين يفرطون في التفكير. من سمحت له بإغضابك فقد سمحت له بالتحكم فيك، لأن الغضب يفقدك السيطرة على عقلك ويجعل جميع تصرفاتك مجرد ردود أفعال لأقوال وأفعال غيرك. ينجذب معظم الرجال للمرأة التي لا تسرف في استخدام مستحضرات التجميل، لأن ثقتها في عقلها وجمالها النفسي تغنيها عن ذلك. لا تؤذي نفسك بالإبقاء على العلاقات كثيرة الشد والاستفزاز واللوم وإساءة الظن، لأنها كفيلة بتدميرك نفسيا ومعنويا. الاهتمام الزائد عن الحد بمن تحب قد يحولك في نظره إلى وسيلة ترفيه يمكن أن يمل منها بأسرع مما تتخيل. رؤية المرأة في النوم أنها تقص شعرها علامة على إقبال الرزق الواسع وتحقيق الأمنيات. إذا تهرب شخص من إجابة سؤالك أو أجابك إجابة غير مفيدة فدقق نظرك في عينيه، فهذا كفيل بإحراجه وجعله يجيبك بشكل مناسب. لا تقارن نفسك بالآخرين، ولكن قارن نفسك اليوم بنفسك في وقت سابق حتى يكون المعيار صحيحا. مخاطبة الشخص الذي تعرفت عليه باسمه تضمن تحقيق التقارب العاطفي بينكما، لأن الناس يحبون سماع أسمائهم. لا تبحث عن زوجة مثالية إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون أنت زوجا مثاليا قبل ذلك. المرأة الكريمة تبحث عن رجل صادق يمنحها وقته ويرمقها بابتسامة ويحوطها بالعطف، أما غيرها فالأولوية عندها للطعام والثياب. لا تنتظر تغيرا إيجابيا واحدا في حياتك طالما أنك تحيط نفسك بأشخاص سلبيين.